في سؤال يتعلق بتشجيع المنتخبات؟ محتاج التقسيمه العربيه، يعني هو ما كانش عنده اي نوايا ان هو يعني يفضل فيه قلاقه في الدول دي بحيث احنا بنقول كده، احنا حاليا بنقول كده، لكن الكلام يعني احنا بنقول هم سابوا كده عشان يعملوا لنا قلاقل. قلاقل ايه؟ ده هو محتلك كلك، يعني هو عايز يقسمها باي طريقه كان قسمها. طب انا هديك حاجه غايه في الكوميديا، غايه في الكوميديا. في الحرب العالميه الاولى بريطانيا وهي بتطلع من الممالك كانت عايزه تضم العراق، كانت لسه مش عارفين يعملوا فيها ايه، فكانت العراق هتبقى مملكه، المملكه الكبيره العراق هتبقى سوريا تبعها، تبعها مملكه كبيره، وهيفصلوا كردستان لوحدها. في اللي عايز يتوسع في الكوميديا دي يقرا سلام ما بعده وسلام بتاع ديفيد فرومكن، سلام ما بعده وسلام، ديفيد فرومكن افضل كتاب اتكتب عن نشاه الشرق الاوسط الحديث. احنا بقينا كده ازاي؟ وهم بيقولوا مملكه العراق السياسي البريطاني اللي بيقسم قال اقرب حته تبعنا تبع بريطانيا فين؟ العراقيين كانوا هيتبهدلوا، كان هيطلعهم تبع مين؟ تخيل اداريا، تخيل. قول حاجه وانا يعني معاك، خمن. ايه؟ لا السعوديه كانت لسه ما تاسستش. الهند، والله العظيم كانت تبقى تبع اداره الهند، لان الفيلق الهندي كان بيحارب في حدود الدوله العثمانيه، ودخلوا الدوله العثمانيه وهم بيحاربوا وهم خاضعين لانجلترا. فاداريا العراق اكبر كتله اداريه ممكن تخضع عليها ايه؟ الهند، والله العظيم. يعني العراقيين كانوا ايه؟ كان زماننا واحنا بنتفرج على الافلام كان هيبقى الفيلم عراقي بس هندي، يعني احنا كانت الدنيا هتبوظ خالص. كل ده بايه؟ مجرد قرار اداري. يعني انت هتبقى تبع مين؟ انت ضعت، يعني انت رحت في حته تانية تطلع بتحب حاجه. طب انا لو زمان الدوله الامويه وجات بعدها الدوله العباسيه وانا قاعد في مصر، ايه الفرق؟ ولا حاجه، انا قاعد في الدار المصريه، ايه اللي بيحكمني؟ الاسلام. القضاء اتغير لما الدوله العباسيه جت؟ لا. طب السنه؟ لا. طب الصلاه؟ لا. طب الاهله؟ لا. طب الحدود انا حارب ليه؟ مع العباسيين او مع الامويين؟ وبرضه هي رايه الجهاد هتترفع، انا حارب مع ده او مع ده. عشان كده لما كتير جدا يتوقفوا عند دي نقط في التاريخ، الدوله العباسيه لما جت اسقطت الدوله الامويه كانت مساحه اللي مغطيها الدوله الامويه شكلها ايه في الخريطه؟ يعني اخر جيش خسر لسيدنا عمر بن عبد العزيز او في عصر عمر بن عبد العزيز بلاط الشهداء بواتيه، فين؟ في جنوب فرنسا، خلاص. وهو بيحكم لغايه بلاد ما وراء النهر، يعني لغايه جمهوريات اسيا الوسطى ايران وافغانستان وكل اراضي العرب والعراق وكل الشمال الافريقي ولغايه النوبه تحت والسودان، كل ده بيحكمه مين؟ الدوله الامويه. لما دوله بالحجم دي يتغير الحكم المركزي، الناس هتتصور ان الدنيا ايه؟ هتتبهدل. تلاقي بعد ما فيش مجرد بنو العباس الفتوحات شغاله والدنيا ماشيه، وكان المجتمع نفسه ما فيش اي يعني انت هتيجي تقول ايه غير ان انت كنت بتقول ان دوله ظلمه، احنا هندير بشكل اكفأ واقرب للاسلام. ده الدعوه اللي ممكن تدعيها، لكن انت ممكن تغير ايه؟ التعليم، المناهج، ايه اللي هيغيره؟ يعني ايه المنظومه اللي جبتها جديده؟ هو مجرد تغيير اشخاص. اما المجتمع، طب العلماء، التعليم اكيد وقف، الجامعات اتقفلت ولا حاجه. هو مين اللي كان بيعلم الناس، الدوله ولا المجتمع؟ الجماعه الوسيطه اللي هم العلماء. السنه النبويه، السنه النبويه اكبر اعظم جماعه وسيطه في تاريخ الاسلام، هم هي الجماعه العلميه. مين اللي امر ان اهل الحديث الرواه يتحركوا ويجمعوا كل سنه النبي من العالم الاسلامي كله؟ مفيش قرار سياسي كده. امال هم اتحركوا ليه؟ في طلب العلم، دي فريضه. طب هم انتوا عارفين في ممكن بعد يعني مره نعمله واجب للفتيات بس، شيوخ الاسلام النساء، الكتب، كتب السنه اللي في وقت من الاوقات ما كانش كان اعلى اسانيد في الارض هم نساء. شيخ الذهبي امراه، شيخ مشايخ قراء مصر في الاسكندريه ام السعد توفت من سنوات، كل شيخ قرا القراءات العشر في الاسكندريه سنده في ام السعد، وشيختها امراه برضه، خلاص. اعظم كتب الادب مروياتها دايما في السند بيبقى فيه ستة او اتنين، كل النساء في الرواه في الحديث ثقات، لم تضعف امراه في عند اهل الحديث، خلاص. الحضاره اللي بتعمل ده كله، هو مين القائم على ده؟ يعني هي فين كليه البنات؟ يعني كليه البنات اللي اخرجت دول؟ مفيش كده. هو طب مين اللي كان بيعلم دول عشان يطلعوا كده؟ هو المجتمع. طب هو المجتمع عرف منين ان هو المفروض يعمل ايه؟ هو الفكره في ايه؟ ان جزء مهام المجتمع كلها اللي هي قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر،
هو مين المسؤول عن تصحيح، زي مثلا في تجربه اللي احنا بنقول محمد ضياء الحق، او تجربه اسلمه الدوله القوميه الحديثه، احنا عايزين نطبق الاسلام على المجال العام. ايه ده، هم المسلمين بيبقوا قاعدين بيتفرجوا كده وفي منكر في الشارع محتاجين الشرطه تيجي توقفه؟ يقول لك ده امتى، ده الموضوع لما يوصل لدرجه ان في حد ولا قضاء ولا بتاع. لكن واحد بيعمل حاجه غلط الناس مش هتقول له اتقي الله، ولو وقف هيمسكوه. بعد يقول لك لا انا مش هعمله كده، لا ده عندنا احنا دلوقتي حد واحد بيسميها ايه، بيسميها الدوله بتعمل ايه في المجتمع المسلم، بتعمل ايه، بتخليك تدفع ضريبه الاستغناء عن صفاتك كمسلم. يعني ايه؟ تقول لك تجيب شهامتك بكام، يعني ايه انا عايز ابقى شاه، لا هاتها واحنا هنقوم بدور الشهامه. يعني ايه؟ لو حد عمل حاجه في الشارع يعني احنا هنخلي الشرطه الاداب تيجي تمسكه. يعني انا لو شفت منكر مش هعرف اقول له ده منكر؟ لا، ما احنا مش اشترينا. واحد يقول لك لا ما بيحصلش كده، فعلا المجتمع تم شراء منه الشهامه والنخوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاوله التعليق على ما يخالف تعاليم الاسلام في المجال العام. انا بشتريهم، بعمل ايه؟ بقول لك بس اشتريناهم، خليك في حالك، انا هخلي الشرطه. والشرطه لو فسدت هيبقى المجتمع شكله زي ما احنا كده. اي حاجه ممكن تحصل، يعني ممكن في المترو مثلا، ممكن اي حاجه، ممكن واحد يسب الدين في المترو، حد هيقول له حاجه؟ ليه؟ انا ماشي. هو ايه اللي حصل؟ ان المجتمع تم شراء التزامه بالاسلام على مدى طويل واكاله للدوله، والدوله طبقت الايه؟ الشريعه. خلاص؟ فبقي الشريعه فين؟ في جيبه. خلاص؟ طب في المجتمع المجال العام مين بيديره؟ محدش. طب المجتمع هم مسلمين الافراد؟ طب وعيهم عن الاسلام شكله ايه؟ في صفر. عشان كده المجال العام هو الضابط لفهم الناس للاسلام. هل بيأمروا بمعروف ويتناهوا عن المنكر؟ لا. طب هل بيعلموا نفسهم الاسلام؟ لا. طب هل بيتعلموا قران؟ لا. طب هل النساء بتتعلم فين في مصر؟ يعني ازاي الست تتعلم ازاي تبقى ست مسلمه تربي اولادها عشان يطلعوا مسلمين؟ فين الهيئه اللي بتعمل ده في الاسلام؟ يقول لك خلاص نعمل لها كليه. بالرغم ان هي المفروض مين اللي بيعلمها؟ الناس، يعني الام هي اللي بتاع. طب هي الام لو ما اتعلمتش ده هتعلمه ازاي؟ لو انا بوظت التعليم هم المجتمع هيفقد اسلاميته مع احتفاظ باسلام الافراد. هو ده اللي بيحصل، ده اللي حصل بالظبط بعد من اخر فتره التحديث لغايه الاستعمار. اكال المهام العامه لفهم الاسلام للمؤسسات، ثم افساد المؤسسات، او اكال المؤسسه لشخص غريب عن افكار الاسلام. اجيب احمد خان وخليه يعمل جامعه، الناس اللي هتطلع ايه؟ هتطلع طيار؟ مش ممكن.